الاسم ديالي جامع الظاهر من مواليد التشيرة 1948، كنت معلم في البداية لمدة 7 سنين، من بعد انتقلت مشيت دوس البكالوريا حر، إجازة حر، ودخلت المعهد العالي للقضاء، وكنت قاضي لمدة أزيد من مع المهم المهنة كاملة بلا التعليم، خدمت شي 33 سنة، من بعد ترقيت وكيل الملك وخدمت في عدة مناطق في المغرب داخل واد الذهب والزازات، أخيرا تارودانت 12 سنة وكيل بصاد الصفة ديال وكيل الملك. تم متقاعد منذ 2011، يعني ما يقرب 10 سنين. أنا ولد هاد المنطقة، كان عارف داك الشي اللي عقلت عليه اللي دركته، ودرت واحد الكتاب على هاد القبيلة ديالنا كسيمة. كسيمة معناها القبيلة بها يتملو لينزكان تشيرات الراس قسطار، فهمتي؟ هادي هاد القبيلة ديالنا، وحنا كنتبركوا بهاد هاد الوالي الصالح اللي هنايا في تيكموفلا، لأن هاد المقبرة راه ديال الناس ديال تيكموفلا ديال غياتنا، ماشي ديال تيكموفلا، لأن تيكموفلا فيها غير واحد الدار أوفلا، واحد ما كاينش فيه الساكنة بزاف. إذا يكون كانت فيه الساكنة غادي يكون تيكما أوفلا، ولكن قال لك بحال قلت الدار البيضاء، الدار البيضاء، أييه فهمتي؟ إذا هذا كان التبرك به، كيكون موسم سنوي في هذا الوقت بالذات، كيكون هذا الموسم ديال هذا السيد، كيذبحوا الناس هنايا، ويعني كيحيوا الذكرى ديال هذا الوالي. هذا الوالي هو أنا بحثت في الوثائق اللي دازت قدامي ديا بأنه سميتو سيدي بوالبركات محند أركراك. هذا أركراك، أركراك هنا الركاع، لأن المنطقة ديال الركراكة هي الشياضمة في الحقيقة، وراء جبل الحديد في الصويرة. غادي يحتل سيدي المختار، فوت سيدي المختار شيشاوا، كل هذوك المناطق يعني شمال الصويرة إلى غاية عبدة، ثم شرق الصويرة إلى غاية شيشاوا، هذا هو مناطق النفوذ ديال الركراكة. هادو ديال هنا ديال سوس، الركراكة ديال سوس، واللي حتى على الضفتين ديال واد سوس، لأن منتشرين هما، لأن هما صلحاء علماء فقهاء، شاركوا في واحد الفترة من الفترات ديال التاريخ المغرب، شاركوا في الجهاد ضد البرتقيز هنا في كادير فونتي، شاركوا وقربوهم السعوديين، الدولة السعودية لا بدات ديك الساعة سميتو، قربوهم وقطعوا لهم الأراضي، عطوهم الأراضي واستوطنوا. ولكن واش هاد الناس اللي عندنا هنا هاد الركراكة، منهم هاد العالم هاد الطريح، صاحب هاد الطريح وولدو سيدي إبراهيم، لأن كاين دار ريحان هنايا، ضريح سيدي محمد هذا هو القديم هنا، وكاين هاد الضريح هذا ديال سيدي إبراهيم، هذا فقيه سيدي إبراهيم، هذا فقيه كيقرا بالسابع، من أصحاب القراءات بالسابع. هذا من جهة قلنا بأننا كنقول تاريخيا اللي في الكتب بأن ولاد سيدي واسمين من جبل الحديد ركراكيين، ولاد فاس جرى عليهم السلطان البطاسي في إطار في عهد الدولة البطاسية، وهربوا لسوس، ولا ولاد 10 جاوا لهنا وانتشروا، كيكرموهم الناس وكيطلعوا فيهم لأنهم فقهاء علماء فاهمين الدين واسمين، ولا هادو اللي جاوا اللي دخلوهم السعوديين، جاوا السعوديين كيحمسوا الناس على الجهاد ضد البرتقيز، لأن هنا جرينا على فسوس هنا بكادير، فجرينا على برتقيز، من برتقيز خاف وهرب من السفي وخلوا واحد العدد المدن المغربيه. اذا الفضل كيرجع لهاد الناس الركراكه وامثاله ديال هاد الناس، ديال هاد الناس اللي كيتبركوا بهم الناس، وهما اصلا ماشي شرفاء، راه هما صلحاء علماء، فهمتي؟ باش غير غلط ريانس كاينس مع دابا بان راه كاين مولاي مات مولاي، لا مولاي خاص عندنا باش تسالي السلاله ديال فاطمه الزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا هو اللي يمكن نقولها، لان هذا الدريه ديالو كامله كنسميوها انا في التشيره اي الطالب، لان الطالب عندنا هو فقيه ديال الجامع، المجموعه كلهم ولادهم يعني معروفين بالعلم، وهاد الناس راه كنتبركوا به وبحال الروح ديال هاد القبيله، لانه هو اسدى خدمات جليله للتاريخ للسكان، وكيسولوه الناس، كيضبط المعاملات ديالهم، سواء هو ولا ولدو، ولدو كاع ولا خطه العداله حتى ل 1329 هجريه. على كل حال الله يرحم الجميع ويلحقنا بهم مؤمنين مسلمين.